بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، الهوس العرب يتكلمون لغتين مثل مهجنين ما بين يعني الهوساوي والعربي، لذلك نهجن الكلام ما يناسب الجميع. باب ما جاء، ما زلنا في هذا الكتاب يعني المبارك، كتاب التوحيد. منا تشكينشي كما ألا سامقاني توحيدا الله عز وجل الذي هو سفينة النجاة. يعني إنسان لو عبد الله عز وجل 100 سنة وهو يعني يعبد بغير التوحيد فعبادته لا فائدة منها. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أخبره وهو خطاب لنا، يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم هو معصوم لكن يخاطب الله عز وجل والمقصود نحن. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أيام الأنبياء في, 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 في الأنعام، سورة الأنعام، لئن أشركت، يعني الله ذكر 17 نبي هناك، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هنا خاطب الله سلم خاصة، ولقد أوحي إليك كهو الخطاب أي يا محمد والذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا حبط عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت وش تنتظر؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا يا شيمي إنك إشركا ألا زيبات أيينك توكيكم وأي أحب الخلق إلى الله عز وجل مهدد بأن لئن أشرك لحبط عمله، حشاه أن يشرك، لكن الله عز وجل يخاطبه ويقصدنا نحن كما سبق. نعم. قال هنا المؤلف من يعني وفقه الله عز وجل، قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله عز وجل أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الله أكبر. وقوله أمن يجيب المضطر، الله أكبر، إذا دعاه يكشف السوء. استدل الله على التوحيد بهذه الآية، يعني شيء وقع للجميع. فكر كذا، ما من إنسان إلا دخل في زنقة، من الذي أغاثك منها؟ استدل الله عز وجل بتوحيده أو على توحيده بإنجائك أنت. قال من هو غير الله عز وجل؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ إله مع الله، لا إله إلا الله سبحانه. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزه جناب الله عز وجل في كلمة الاستغاثة، ولا في القرآن مستخدمة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى في القصص. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له سبحانه صلى الله عليه وسلم. يعني ما من باب يفتح باب الشرك إلا سده ورعا منه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني سد الباب من أجل أن لا تستخدم كلمة الاستغاثة بالنبي غير الله عز وجل، لأن الله عز وجل استخدمها في سنة النمل. أمن يجيب من طلع إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم. نعود إلى أول الاستدلال. قال استدل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، أي فعلت دعوت غيره، فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يا ما أي شيء حصل لك أبن دي ساميك باون إذا فلك رجيشي ألا سبحانه وتعالى ده هكذا شيء. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، بل قال في الحج يدعون من ضره أقرب من نفعه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني لا تشرك بالله من أجل الرزق أو من أجل الخوف إلى آخره، أو في عبادتك خوفا أو طمعا في المدح، نعوذ بالله. يعني كلها اجعلها لله عز وجل، شرط قبول العمل أن يكون فيه إخلاص ومتابعة. إذا اختل أي ميزان من الاثنين هذول العمل باطل والعياذ بالله. إذا ما في اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل من باب إيش؟ المتابعة. وإذا كان أصله أصلا أنشئ من أجل غير الله فهو شرك أكبر، لأنه أنشئت العبادة من أجل غير الله. يعني زي المثال أكا هكا،
متن يتهز يسلى يي ركعتين لله عز وجل جلس ما نوى أن يصلي جلس في المسجد إلا دخل فلان جيغون فلان ياشقوا هيتاش الله أكبر عشان فلان لا يقول إيش جالس في المسجد ما بيصلي ولا بيتعبد ولا بيقرأ القرآن. هذه العبادة الآن أنشئت من أجل هذا الشخص فهي شرك أكبر ليست رياء. الرياء أن ينشئ العمل أصله لله ثم يطلع عليه الرياء. أما أن ينشئ العمل من أجل الشخص أصلا فهذا هذه عبادة غير الله والعياذ بالله، لأنه ما أنشئ لله أصلا. وإذا أنشئ لله سبحانه وتعالى ثم طلع عليه الرياء واستمر صاحبه تركه الله عز وجل هو والذي يعني أشرك. قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركه شركه. عمل عملا أي الوجه من أوله ثم أشرك يعني كان طارئا الشرك، لكن لو أنشأ العمل من أجل غير الله والعياذ بالله يعني يتاد أي شيء أصلا بل الله ينيه أي كنبا. أنشأ لفلان محمد أحمد دخل شافني في مكان أو تصدق بريال عندما جاء المحتاج يا باش ريال ياتفي هيك فلان يازو، عندما شاف فلان أقبل طلع 50 ريال قال له خد يا مسكين روح يعني أكل عيالك كذا. هذه 50 شرك أكبر لأنها ما قصد بها وجه الله. أنشئت العبادة من أجل غير الله، إذا أنشئت العبادة أصلا من أجل غير الله فأنشئت من أجل هذا الشخص وهذا شرك أكبر. الشرك الأصغر هو أن يطرأ الرياء لا إنشاء العمل أصل، يعني هذا باب دقيق نسأل الله العافية إياكم. وقوله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يا ما من أحد دعا غير الله، هذه الآية شاملة لجميع ما يدعى من دون الله. من ألفاظ العموم، من أضل ممن يدعو من دون الله، من هو لم يسمى، يعني كل من دعا غير الله لا يستجيب له، يعني في الكون هذا ما يستجيب إلا الله عز وجل. أم من يجيب الوحيد، الله أكبر. وفي سورة المؤمنون قال الله عز وجل، قال الله عز وجل عندما آخر السورة يعني تكلم عن المشركين قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا دليل عليه. يعني العبادات أصلا توقيفية، جميع العبادات توقيفية، لا يجوز لك أن تنشي عبادة من عندك، والدعاء هو العبادة، يعني الأصل في الصلاة نصليها الدعاء هو لبها. يعني يكتب الإنسان من تبه في صلاته ما عقل منها، يعني دع الله فيها دعاء حاضر قلب الله أكبر. إلى البعض يعني عشرها تسعها ما له شيء أو له كاملة إذا كان منتبه ما عقل منها، ولب الصلاة الدعاء، لأنه الصلاة كما أفاد ابن القيم من الوضوء إلى السجود مقدمة للسجود، يعني كل الصلاة هذه الله أكبر قاتل القرآن وبتهيئ وركوع ورفع منه كذا تمهيد للسجود. السجود هو اللب هو الخلاصة في الصلاة، لأنه هناك العبد يدعو ربه عز وجل. لو صلى الإنسان مستغني عن الله ما قبل الله صلاته، المستغني متكبر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، يعني الدعاء هو العبادة، مخ العبادة ضعيف هو العبادة الحديث الصحيح. وإذا تمعن الإنسان نعم إنسان مستغني مستكبر عن الله عز وجل ماذا؟ لا يوجد من الله شيء، لا توفيق ولا يرى أنه ينأهل، متكبر على الله والعياذ بالله، إنه لا يحب المستكبرين سبحانه وتعالى. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني مثلا يجوبا ألا نيشي، يعني دليل على وجودي وهيمنتي سبحانه وتعالى المهيمن القاهر وهو القاهر فوق عباده. قال أم من يجيب المضطر، يا ابن آدم أنت إذا دخلت في الضرورة من يجيبك، من يجيك الله عز وجل، يعني يقصد نفسه سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، وما منا أحد إلا يعلم ذلك أنه اضطر وورط واحتاج إلى الله وأنجاه الله عز وجل. كذوب أبن الله يكيه سبحانه وتعالى لا إله إلا الله الحمد لله، نسأل الله أن يثبتنا على الحق. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن الأسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا
نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. هيك قداش من يقول النبي نستغيث، استخدم كلمة الاستغاثة، الاستغاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنزيها لجناب الرب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما من يعني خلة أو باب أو شبهة تفتح على يعني على التوحيد باب إلا سدها صلى الله عليه وسلم. قال إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، لقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم. ولا النبي صلى الله عليه وسلم ربما يطلب منه يعني أشياء كثيرة، طلب منه وساعد الصحابة كما دخل الأعرابي من الباب هلكت الأموال وكذا دعا إلى آخره، يعني مليئة السنة والقرآن بذلك. نعم. استمر الشيخ الباب اللي بعده، باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. يعني الباب هذا سبحان الله بمعنى الباب الذي سبق، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون في سورة الأعراف. وقوله تعالى والذين تدعون من دون الله ولا أنفسهم ينصرون، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذه كلها حول النوى حق التمر، النقير والقطمير والفتيل، كلها يعني دليل على التحقير، ما يملكون شيئا. قال الله عز وجل في سبأ والذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي مساعد يساعد الله عز وجل، ما يملكون شيء ولا يساعدون الله. سبحان ربك رب العزة الذي لم يتخذ وليا من الذل سبحانه وتعالى. يعني الولي هذا الذي هو لله شرف للولي ليس لله، الشرف للولي، الله عز وجل اتخذه من العز ليس من الذل، يريد مساعد سبحانه وتعالى لغناه عن العالمين سبحانه الغني الصمد. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر، ألا له الخلق والأمر. الخلق يعني الخلق الكون، والأمر الدين، يعني الخلق والدين كل لله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء، انظر إلى الآية ليس لك من الأمر شيء، يعني باك هذا كومي أو أن الأمر لا ذاك هالتا كوما ذاك الشريعة دبورنك كيك انقرد بين قيامها من زن الله، يعني أرسله الله عز وجل. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. الله أكبر، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وشرع إليه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني أثبت أنه موحى إليه صلى الله عليه وسلم لا يزيد ولا ينقص، وقد أدى الأمانة عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله. وفيه عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم دليلني أول ما أنه النبي ما يملك شيء شجة، هذا دليل على ضعفه وهو بشر صلى الله عليه وسلم، إلا إذا نصره الله عز وجل. الله أكبر، يعني هو نفسه قال الله عز وجل في الأنبياء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. الله أكبر، لضعفهم بشر، لا قوة لهم إلا بالله عز وجل. لذلك قول الله عز وجل لا حول، يعني كلمة معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول، الكتاب هذا لا يتحول من الأعلى إلى الأسفل، ولا قوة لهذا التحول إلا بأمر من الله، لا أستطيع أن أتحول أقوم أو أجلس، لا حول لي، يعني لا أتحول ولا قوة لهذا الحول إلا مستعينا بالله. الله أكبر. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قلنا. وفيه عن لا شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، لو كان ربا تعالى الله لا إله غيره لما شج. الله أكبر. لذلك قال الله عز وجل في النحل وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، قال كيف يفلح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح، لأنه لا يعلم الغيب. الذي قال فيهم كيف يفلح هؤلاء أسلموا وآمنوا، الذي سماهم بأسمائهم، سمى ثلاثة
الله أعلم منه أبي سفيان، رجعوا وآمنوا وتابوا إلى الله بعد أحد. لعلم الله هنا في المقام هذا وعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا ما علمه الله، قال إلا ما نتلى مرز فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا، يعني يعلمه بعض الغيب. ليس لك، قال الله عز وجل ليس لك مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الأمر شيء، الأمر يعني كله لي، الله يخاطب نبيه، ليس لك من الأمر شيء حتى تقول ما يفلحوا، الأمر لي، يعني الله عز وجل قصر ذلك في هذا الحديث. وفيه عن ابن عمر، أو في هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، وفيه عن ابن عمر يعني الله لقى شاء النبي باكدك يكومي لا للخلق ولا الأمر، بتقدير أصابك ما أصابك صلى الله عليه وسلم، ملكا لله عز وجل يفعل يتصرف فيه أو يفعل به ما شاء سبحانه وتعالى. هذا الأنبياء من دونهم من باب أولى لا يملكون شيء من قطمير، كما بوب الشيخ وفقه الله في الاستدلال بهذه الآيات القوية الواضحة كالشمس. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، اللهم لعن فلانا وفلان الذين يعني آذوه صلى الله عليه وسلم في أحد، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، يعني النبي في صلاة مظلوم، دعاء المظلوم معروف، النبي دعاء مستجاب، مع ذلك قال الله عز وجل ربنا ولك الحمد، قال فأنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء، يعني النبي في صلاة مظلوم ورافع كمان يديه، مع ذلك قال الله عز وجل ليس لك من أمر شيء، الله أكبر، يعني الله يتقبل ما شاء سبحانه وتعالى. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية سماهم وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، إذا ما فيها أبو سفيان. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني رسول الله يعترف يقول أنا ضعيف ما عندي شيء، الأمر كله لله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب يعني عمه، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، يا لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليمي من مالي ما شئت، يا مالي أملك أنا، لكن توفيق عدم توفيق تصرف الكون لا، لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني في التوفيق وفي تصرف يعني خصوصية الله عز وجل لا أملك شيئا، كما قال الله عز وجل في عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني خلاصة الباب يا أخوان حتى لا نطيل وقد أذكرنا الوقت، باب قول الله تعالى أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يشركون وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، قوله والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، يعني جميع ما عبد من دون الله حقير حول النوى ما يملك منه شيء، لا القطمير ولا النقير ولا الفتيل، توميزاس ملكا أو كونا، إذن لا يملكون شيئا أبدا، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فنتوجه إلى الله عز وجل كما قال في الفاتحة، يعني من تسير الله عز وجل هذا الدين، يعني فاتحة أسهل يعني من أسهل السور التصور يقرؤونها، لكن المعنى ما من كتاب نزل من السماء إلا خلاصته في الفاتحة، والفاتحة كما أفاد أهل العلم بالبسط تكلم عن سبعة أشياء وباختصار عن ثلاثة وقد ذكرناها من قبل ونعيد إن شاء الله في الجلسة القادمة، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، فاستعن بالله يا أخي وتعلق بالله كرك الله عز وجل، والله أنت تكون من المفلحين في الدنيا والآخرة، وفقنا الله وإياكم جميعا وغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وجميع المسلمين، والله أعلى وأعلم، وسلم الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نراكم على خير إن شاء الله.